أهلا بكم من جديد. تلقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي العديد من الأسئلة بخصوص المرسوم بقانون رقم 21 لعام 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية. التالي عرض لأبرز الأسئلة المتداولة بهذا الخصوص والإجابات عليها من قبل الهيئة. تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز أولى ورش العمل الافتراضية بعنوان الأساسيات التقنية لأصحاب الأعمال. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للغرفة السيد شاكر إبراهيم الشتر إنهم في غرفة البحرين يواصلون جهودهم لدعم أعضائهم وتخفيف الآثار الناجمة عن الجائحة الراهنة، وذلك من خلال تقديم خيارات أوسع من شأنها أن تطور من أعمالهم، وأنهم اليوم يطرحون البرنامج التدريبي الافتراضي الأول من نوعه، والذي من خلاله سينظمون مجموعة واسعة من ورش العمل التي سيستهلونها مع شركائهم الاستراتيجيين في أمازون. رحب ميناء خليفة بن سلمان الذي تديره شركة APM Terminals البحرين بسفينة 7 تايجر التي وصلت إلى الميناء في 16 من شهر يوليو الجاري. وتقدم الخدمة الجديدة ربطاً مباشراً بين مملكة البحرين وشبه القارة الهندية، مما يوفر طريقاً تجارياً جديداً للمصدرين والمستوردين إلى تلك المناطق، ما من شأنه أن يرفع التنافس في المجال التجاري ويعزز فرص إعادة الشحن للأسواق البعيدة عن طريق ميناء خليفة بن سلمان.
والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: استمرار مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية الاتحاد وصندوق التعافي من فيروس كورونا. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1291 نقطة بارتفاع بنسبة 87%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,850,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 370,000 دينار تم تنفيذها من خلال 47 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7,423 نقطة بانخفاض بنسبة 0.05%. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلقت عند مستوى 4,255 نقطة بانخفاض بنسبة 44%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2061 نقطة بارتفاع بنسبة 43%، لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أطلقت شركة ألمنيوم البحرين أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين أول حملة سلامة افتراضية لفصل الصيف، والتي تحمل عنوان سلامتنا بيدنا. وتهدف هذه الحملة التي تستمر على مدى 6 أيام إلى حث الموظفين وعمال المقاولين على اتخاذ الخيارات الصحيحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم مع دخول فصل الصيف. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي إنه في الوقت الذي ساهمت فيه جائحة كورونا بتغيير طريقة عملهم، لا زال خيارهم الأول في الشركة سواء من الموظفين أو عمال المقاولين هو الحفاظ على السلامة. احتلت جامعة ستراثكلايد الإسكتلندية شريك الدراسات العليا بمعهد BIBF المرتبة الأولى في إسكتلندا كأفضل برنامج ماجستير في إدارة الأعمال لعام 2020 من قبل أحدث تصنيف عالمي لمجلة The Economist للجامعات. وتحتفل جامعة ستراثكلايد هذا العام بعامها 25 في مملكة البحرين مع أكثر من 5,000 خريج من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر هذا التصنيف الرابع الذي تقدمه مجلة The Economist كل سنتين لبرامج ماجستير إدارة الأعمال، حيث يتم تصنيف البرامج على مقياسي التنمية الشخصية والخبرة التعليمية والتطوير الوظيفي. أعلنت إنفست كورب المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها أن شركة نتتري كابيتال مانجمنت التي ساهمت في رأس مال إنشائها تجاوزت أصولها المدارة ملياري دولار. وأنجزت نتتري إنشاء صندوق التمويل الأول أو الصندوق مع رأس مال ملتزم والذي يبلغ نحو 320 مليون دولار، وتم إطلاق الصندوق للاستثمار في المقام الأول في ديون الشركات المتعثرة وتلك المثقلة بالديون، مع التركيز على جهات الإصدار المتوسطة الحجم في أمريكا الشمالية. أعلنت شركة مزاد البحرين البدء بطرح عقارات للبيع في المزاد الإلكتروني ولأول مرة في مملكة البحرين في الفترة بين 16 إلى 29 من الشهر الجاري، وذلك على منصات شركة العربية للمزادات الإلكترونية. ويتضمن المزاد عرض 7 عقارات بالرفاع فيوز بقيمة إجمالية تبلغ 5,157,000 دينار، وبمساحات تتراوح بين 2,000 و5,000 متر مربع.
استمرت مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية الاتحاد وصندوق التعافي من فيروس كورونا بعد التمديد ليوم إضافي ثالث، حيث تسعى القمة الأوروبية للوصول إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من فيروس كورونا المستجد. ويسعى قادة الاتحاد الأوروبي في هذه القمة للخروج باتفاق يرضي كافة الأطراف، والاتفاق المراد الوصول إليه هو بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تزيد عن تريليوني دولار. وتعود أسباب الخلاف بين قادة الاتحاد الأوروبي للأشهر السابقة عندما انتشر فيروس كورونا في القارة العجوز، حيث كانت بلدان الجنوب الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا تطالب بسندات سميت بسندات كورونا لمعالجة الركود الاقتصادي والذي تسبب به الإغلاق الكامل والجزئي في بعض البلدان، لكن الرفض كان من دول الشمال مثل هولندا وألمانيا التي قالت بكل وضوح إنها ترفض مشاركة سندات مع دول تعاني من تفلت في ميزانيتها، كما أن شعوب بلدان الشمال لن تتحمل مسؤولية ذلك التفلت.